وين صرنا اليوم بعد سنة على تفجير 4 آب؟ مشهد البلد بعده عم يحترق، رصاص بعده على الطرقات، الفوضى بالحكم مستمرة، والعاصمة متروكة تنزف وما زالت. وين صرنا اليوم بعد سنة على أكبر جريمة بتاريخ لبنان يلي بعدهم المسؤولين عنهم أحرار، ويلي اتغاضى عنها بمراكز الحكم ومواقع المسؤولية السياسية؟ كيف وصفوا أهل بيروت مدينتهم بكلمة واحدة؟ خلينا نشوف. بيروت كلمة حلوة. الله يرحم بيروت، الله يرحم بيروت. أكيد حزينة، أكيد عاصمة منكوبة. بيروت الجريحة بتضلها حلوة رغم كل شيء. أحلى مدينة بالعالم هاي بيروت، مثل ما شايفة كله ضايع وفاشل. يعني حرام، حرام بيروت عن جد. بس بيروت عروسة المدائن كانت راح تضلها. دكتورة منى، شو وضع بيروت اليوم؟ كيف بتقيمي من سنة لليوم وضع هيدي المدينة؟ مساء الخير. خلينا نقول بالأول بالإجابة أنه بسنة فينا نشوف أنه في مجهود هائل بذلوه سكان المناطق المنكوبة والمواطنين اللبنانيين وجمعيات غير حكومية، اللي هو سمح أنه تترمم بيوت كتير وناس كتير تقدر ترجع بيوتها ومحلات ترجع تفتح. ولكن مع الأسف بالسنة نفسها اللجنة اللي نظمها القانون 194 اللي كانت مفروض أنه هي من قبل الدولة تنظم عملية إعادة الأعمار ما اجتمعت إلا نص مرة، نص مرة لأنه رئيس البلدية وصل معوق وما كان عنده وقت كتير، وما عادت اجتمعت وما لعبت دورة. ومشان هيك ومع الأسف بعد سنة معظم 640 مبنى اجتمعت بعد قد ايه من تشكيلها؟ والله هيك بفتكر شي شهر، شهر ونص من تشكيلة، ولكن ما تم الاجتماع كله، ما صار في خطة عمل. ومنشان هيك بعد سنة نحن منعرف انه 640 مبنى التراثي اللي مساحتهم نقبت المهندسين او لقيتهم متضررين كتير، معظمهم ما تصلح. نحن منعرف انه اقل من ثلث السكان رجعوا على بيوتهم. منعرف انه شقة على 4 بعدها شاغرة، يا لانه الناس ما رجعت، يا اكتر كمان لانه مطور عقاري مخبية. منعرف انه محل اثنين بعده مسكر بالمسح اللي عمله مختبر المدن. ومنشان هيك منعرف انه وضعنا بعده كتير محزن بغياب مؤسسات عامة ودولة تكون هي مؤتمنة على الصلح العام. استاذ محمد، خلينا اسألك سؤال. اليوم انت بتتابع شؤون المدينة بالكامل، تفجرت، شو الاشياء الاساسية اللي خسرناها بالمدينة بسبب التفجير؟ خليني مارك يعني قول إنه اليوم نحنا مش فجأة خسرنا، يعني نحنا مع الوقت عم نخسر. نحنا ببيروت عم نخسر أملاكنا العامة. نحنا منعرف البحر في فوق 100,000 متر مربع من التعديات مثلاً، ومشاريع جاي وجاي. حرش بيروت كان 1,200,000 متر مربع، صار 300,000 متر مربع. كل شيء تراثي، من مباني، من أحياء، من نسيج اجتماعي، من علاقة بين الإنسان والمدينة، كله هيدا عم نخسره. بعلم النفس بس في شيء بينقال، لما يصير في صدمة هي بتفيق، هي قوتها. ليه واحد بيصير عنده إذا بدك عوارض ما بعد الصدمة؟ شو هي؟ هي بفيق كل الصدمات اللي كانت كامنة وفجأة بفجرها كلها، وبتطلع كل عوارض مشاكله التاريخية لليوم. فاليوم الانفجار، لما نحكي عن انفجار نحن ما عم نحكي عن حدث هلأ شو صار وعم نتعاطى معه، نحن عم نحكي عن كل ما حصل بالتاريخ، بالتاريخ اللي وصل بيروت، كل ما حصل من طعن لبيروت يعني إذا بدك وللبنان بالتاريخ لوصلها لما هي اليوم، من خسارة لهويتها. وهيدا أهم شيء، اليوم بيروت عم خسرت على مر الأعمار هويتها، وما زال مستمر هيدي السياسة، مش أنه انتهت، بعدنا مكملين لقدام. شكرا. وضح، خليني أسألك إلك. عم بيقول خسرت بيروت هويتها، هيدا الانفجار يعني أكتر من قتل بشر ودمر حجر. شو تقييمك بعد سنة من هيدا الانفجار لواقع بيروت اليوم يلي أنت كل عمرك ربيان فيها؟ ليك مارك، أنا الحجر بالنسبة لي بيتعوض وبيصير فيه بالمستقبل إعادة ترميم لبيروت. المشكلة أهل بيروت اللي كانوا عم يحكوا وراك، وسكان بيروت لأنه كلهم موجودين ببيروت،
الله يرحم بيروت العاصمة المنكوبة الجريحة كلها ضياع. هذه الكلمات كنا عم نسمعها. وفشل حرام بيروت. بنفس الوقت في ناس قالوا عروسة المدن حلوة بيروت. يلي صار بهالسنة انه خسرنا، عم نخسر جيل. هيدي المشكلة اللي ما ممكن نحلها بالمدى القريب. في جيل كان نازل للتغيير، في جيل كان عنده أمل، في جيل كان بده يرجع يبني، في جيل كان عنده ثورة، في جيل كان موجود بالشارع هو عم بيقودنا. هيدا الجيل بعد الانفجار حس بيأس، حس انه انكسر، وحس انه بيروت ولبنان ما بقى مدينة وبلد لإله. فبالتالي ميات الألاف أو عم بيغادروا أو اليوم عم بيغادروا. يعني الانفجار عمل أهل المدينة غرباء بمدينتهم؟ عمل أكيد، كلنا صرنا غرباء ببيروت. اليوم الأهم شيء أنه نشتغل على إعادة بناء البشر يلي ما موجود، ما حدا عم يشتغل إلا بحالة الصحة النفسية. وهم برجع لأهل بيروت وللجمعيات اللي عم تشتغل بغياب كامل، مش بس للبلدية، بغياب كامل لأي جهة سياسية ما تجرأت تنزل على الشارع بين الناس وتقدر تواجه الناس باللي صار. ونقطة بعد سريعة، أنه كمان عدم وجود محاسبة، إهمال كامل، نوع من استلشاء لعملية المحاسبة، خلى كمان هيدا الجيل يحس أنه هيدا بلد ما بيقدر يعيش فيها وصار غريب فيها. أستاذ فالديمار، كمان سؤال لك. اليوم عرفنا لما طلع الانفجار كانوا الرافعات بمرفق بيروت في حوالي 12 من ال 15 بعدهم عم بيشتغلوا. بعدين سمعنا مؤخرا في 4 منهم بعدهم عم بيشتغلوا، بعد شوي رح يكون في 2 ويمكن وحدة عم تشتغل. هل من وقت الانفجار بأربع آب لليوم تقييمك انه هيدي المدينة بعدها عم تدفع حق التداعيات، بعدها عم تموت وتطبح يوميا؟ اكيد اكيد، انا بوافقهم كلهم بالرأي، من ناحية انه الحجر بالنسبة لي في احجار ما بتتعود انا، بس البشر هو المهم. وقت انت عم تخسر الطاقة الإنسانية، عم تخسر هالاستعداد يلي عندك إياه لإعادة البناء. الكريزة الاقتصادية اللي عم بتواكب هذا الظرف كله سوا بنفس الوقت عم بتصعب الأمور أكتر. مطرح ما في عندك إنتاجية عم بتموت هيدي الإنتاجية. بدل ما يعني رح نعطي مثل مثل بطريقة سريعة، بمجال شغلنا مثلا نحن المواد البناء كانت تجي كميات معينة، صارت تجي كميات أقل، صارت تداعيات الشحن عليها أكتر، صارت أغلى. العالم مثل اليوم مستنظرة شيء. صحيح هذا اليأس ضرب بجيل شباب كتير، بس عاد عمل بنفس الوقت لجيل أكبر منهم هول الشباب شوية، اللي بركي جيلنا مثل إعادة نظر. كان نحن عنا بيقولوا مثل طائر الفينيك، وعندك هيدا اللي بسموها الريزيليانس، أنه بالرغم من كل شيء بنرجع من مبني وبنعمل ومنشيل. هالمرة بعتقد في وقفة معينة وفي إعادة نظر بهالطريقة اللي عنا إياها العمية كانت بإعادة البناء، وهيدا بعده لليوم عم بيحصل وعم بياخد تداعيات اقتصادية كتير كتير خطرة. يعني طالما نحن اليوم بعد ما بلشنا بحلول معينة، بعد ما حطينا أسس لحتى نعرف شو الاتجاهات اللي بدنا ناخدها بإعادة البناء، الشعب المتروك حاسس حاله عن جد متروك. دكتورة منى، بناء على اللي عم بيقوله اليوم، هيدي مدينة من أكثر المدن المسكونة بتاريخ البشرية من دون انقطاع، وبعرف إيمانك بهيدي المدينة كتير كبير. شو الأولويات اليوم لنعرف أنه أول سنة ما تشبهها لتاني سنة؟ لأنه أول سنة يبدو بعدنا عم ننزف، ما خلص الانفجار، بعده عم يتفجر فينا. شو أولوياتنا اليوم للمدينة تصير بوضع أحسن؟ بيروت أكيد تداعيات الانفجار هائلة، ولكن نحن بعدنا ما عم نعمل بوست ديزاستر ريكفري، نحن بعدنا عم نصلح ونحن عم ننهار. يعني شح مواد البناء، الخوف اللي عايشينه السكان لأنه ما حدا نتحاسب، واللي هو بيخلي الواحد يحس أنه ما بده يرجع هذا الحي إذا بأي لحظة ممكن يطلع انفجار تاني. هول الأشياء قتلت كتير الحس بالجماعة، وصار في مجهود هائل لتصليح المنازل، ولكن ما صار في مجهود على الفسحات المشتركة وعلى إعادة بناء المجتمع اللي هو بده يجي ويتفاعل دوره، إن كان من خلال لجان بلدية أو إن كان من خلال مؤسسات غير حكومية أو أي طريقة تانية، لحتى سكان هالمناطق تقدر تحس إنه هي قادرة ترجع وقادرة ترجع تبني حياة بهيدي المدينة. اليوم هذا الشعور ناقص، وشعور بالأمان ناقص، بالإضافة للأزمة المالية اللي هي دورة هائل وعم أكيد عم بيعوق. بس هيدا عذر
للي بده يعمر انه في ازمه ماليه مش قادرين نرجع نحيي المدينه لانه الليره عم تنهار وما معنا دولار؟ يعني في البلديه تستعمل هيك عذر؟ لا اكيد لا، نحن اللي عم نحكي عنه انه النهج الاقتصادي اللي نحن اذا بدك هدم المدينة هو نفسه اللي نحن سرعناه بعد الانفجار. يعني اللي قاله محمد الانفجار ما خلق شيء جديد، هو سرع تهجير السكان المنطقة، وأكبر إثبات عليه أنه عدد الأموال الطائلة اللي طلعت من البنوك وراحت استثمارات بعقارات ببيروت وحواليها بعد الانهيار المالي، اللي هي عم بتكرس فكرة أنه الأرض ببيروت هي مش لناس أو مش لأهلها، هي نوع من استثمار مالي واللي بيقدر يعمله برافو عليه. فنحن اليوم أكيد لازم نغير كل إطار التنظيم لحتى نقدر نرجع نفعل دور اقتصادي حي للمدينة وفسحة حياة مشتركة اللي هي تقدر أنه تخلي أهل بيروت يقدروا يرجعوا يحلموا يعمروا حياتهم فيها وما يفلوا. طبعا محمد هيدا السؤال لك لأنه أنت من هيدا المواضيع اللي بتركز عليها، يعني اليوم عم نحكي نحن عن شط رملة البيضة، عم نحكي عن حرش بيروت، عم نحكي عن الحدائق العامة، عم نحكي عن الأرصفة، عن الساحات. كيف ترجع بتعيش حياة المدينة اليوم؟ لأنه اليوم بتروح تلاقيها كلها فاضي مش لحدا. أنا اللي باختصار بكلمة اللي كنت عم أقوله أنه اليوم الانفجار لحاله ما بيدمر مدينة، اللي دمر مدينة هي سياسات عامة من زمان. واليوم نحن عايشين بحلقة حرب أهلية صارت وحرب أهلية فيها ترجع تعيد، هيدي سيستم عم بعيد إنتاج حاله. نحن خسرنا المساحات العامة من بعد الحرب، أخدوه لوسط بيروت، يعني هيدي أكبر مساحة عامة وأخدوا كتير إشياء معه، حتى حرش بيروت أخدوا. فالمشكلة الأساسية ولو سريعا بدي أقول، اليوم بعد اتفاق الطائف في شيء انسرق، كل الناس تحكي عن المال العام ولكن حقيقة انسرقت الدولة. زعم الطوائف، زعم الحرب قعدوا وعملوا صيغة حكم هي صيغة الحكم الطائفي. أبسط مثلا إذا عم نحكي على بيروت، أنا طول عمري ببيروت بشتغل لبيروت، ما عندي صوت ببيروت، ما عندي حقوق ببيروت، ما عندي بدفع ضرائب لبيروت. ففي عالم صار في صيغة حكم طائفي إذا بدك، وبالتالي قسموا هالبلاد والثروات والسلطة، سرقوا السلطة وقسموها بيناتهم وتحاصصوا فيما بينهم وسرقوا لي مواطنيتي. يعني صرت أنا أخلق الطائفة مكتوبة وتداعياتها هيدي بالتفرقة بالحقوق بوظائف الدولة بكل أنواع التفرقة، فبطل عندي لا حرية الاختيار أنا حتى الزواج بمحل ما بعرفش في عندي حرية اختيار شو بدي اتزوج، حتى هاي سرقوا لي ومنعونا نكون متساويين فمواطنين. فهيدي دولة بكل بساطة مسروقة، وهيدا صيغة الحكم اللي هني خلقوه، هيدي صيغة حكم ما خلت ولا مؤسسة بلبنان ماشي، مش بس البلديات، يعني فينا نحكي البلديات بس عطيني مؤسسة ماشي، ما في شيء ماشي بالبلد لأنه السيستم اللي ركبوه هو مش ماشي، هو للتعطيل بشكل هو أساسي للتعطيل. وما بيخلي الإدارة تعيش. خليني أسأل وضح، هذا عطل المساحات العامة. خليني أشرح أسأل بس سؤال وضح، اليوم شو أولوياتنا إذا اليوم بدنا نرجع نعيش هيدي المدينة خاصة كمؤسسات وقطاع خاص وأسواق؟ اليوم ثلاث أرباع المحلات أو سكرت أو عم تسكر، المعامل يا سكرت يا عم تسكر. اليوم شو أولويات إعادة الحياة الاقتصادية للمدينة؟ ليك فينا نحط الأولويات قد ما بدنا هون، ولكن التنفيذ كتير صعب لأنه بالنهاية في قرار لازم يتاخد من القيادة السياسية ببيروت اللي هي تابعة للحزب الحاكم. يعني اليوم المناطق مقسمة على أمر الطوائف، بيروت في حزب هو حاطط البلدية، هو متفق بالسياسة على المحافظ، هو أغلبية النواب من عنده، إذا ما أخذ قرار بوضع خطة لو خطة طارئة هيدا الحزب وكل اللي محيطه غايبين تماما عن بيروت. بالتالي بدنا نرجع لمشهدية كتير أساسية، تاني يوم الانفجار. مشهدية تاني يوم الانفجار بتعطينا بالدليل القاطع هيدا الشعب شو يلي نزل آلاف الشباب على الطرقات، بلشوا يعملوا عملية تنظيم لجان شعبية، بلشت تركب الكامبس بكل محيط مرم خايل بدون وجود شرطي بلدية، بدون وجود واحد من 400 حارس بلدية بيقبضوا معاشات من سنوات طويلة واليوم هن أشباح مختفيين، بدون وجود أي نائب أو أي شخص يمثل هذا الشيء. هيدا اللي عملوه، نحن مجبورين اليوم، نحن مجموعة جزء منا قطاع خاص، مجبورين أن نروح نحن بشكل فردي ونجرب أنه نرجع نحيي. ولكن للأسف بغياب البلدية شو ما عملنا كناس بنعمل بادرات فردية، إذا ما نعمل نوع من تخفيف الضرائب، إذا ما نعمل نوع من تحفيز، إذا ما نعمل نوع من
من اعطاء من سوليدير للمناطق كلها تخفيض على الاجارات. في خطه لازم تنعمل لترجع تحرك هذا القطاع الخدماتي اللي هو اساسي ببيروت. شكرا. سؤال فالديمار، بما يتعلق ببيروت بعد سنه، شو كنت لازم نشوف خلال هيدي السنه برايك من وقت الانفجار لهلا؟ شو كان لازم نكون عملنا لنقول نحن بمحل منيح اليوم؟ انا بوافق زميلي انه التفجير، وبحب سميه تفجير مش انفجار، منه هو العامل الوحيد يلي وصلنا لهيدي الحالة السيئة. نحن بنعرف اليوم أن التنظيم المدني هو أول وأهم وسيلة سياسية بإيد الدولة. يعني أنت اليوم وقت بتكون مدير التنظيم المدني، أنت بتقرر إذا بضربة زيح بتخلق شارع بتقرب ناس على بعضها، ولا بتعرض هذا الشارع بتبعد الناس عن بعضها. المشاكل اللي إجت من بعد الطائف وتملك السنتر فيل تبع يعني داون تاون كسوليدار كشركة، هذا المشروع قام بنفس الوقت عن برلين، بإعادة أعمار برلين. برلين نطروا الحرب العالمية الثانية للتسعينات لبلشوا، نحن دغري خلصت وبلشنا تاني يوم، علما أنه كان في مخططات عملتها الأتوليه باريزيان دوربانيسم الأبيور، وكانت مخططات بتفرجي كتير منيح كيف النسيج الاجتماعي صار إذا بدك لا مركزي، لأنه صار في يعني دي سنتر دانتيري بمناطق مختلفة كانوا بدهم يرجعوا يجربوا يجمعوها بطريقة. إجا هذا المشروع سوليدار محيها. ليه؟ لأنه ما عنده ليه ما حدا نزل على التفجير على بيروت؟ لأنه ما عندهم هالأبعاد السياسية بالتنظيم المدني. معلش خلينا نحكي شوية سياسة، وقت اللي بيحكوا عن الفساد ليه ما بيجيبوا سيرة العقارات؟ ما في حدا مش مستفيد من الترخيصات بالبلد كلها اللي عم بتصير. أحيالنا مشروع من أصغر بيت لأكبر أوتوستراد، معلش يعني نحن بنقول دائما بنضلنا نتهم انه المجالس والمصالح عندهم بيدجيات بتجي لحتى يعملوا عليها مشاريع كبيره وضخمه وياخذوا منها كوميسيونات وهالاشياء، ولكن حتى اصغر مشاريع في عندك مستفيدين منها. نحن اليوم اللي كان لازم ينعمل واللي بعده لازم ينعمل واللي من قبل لحديث اليوم لازم يكون عندنا الاراده الصلبه لنخلق مخطط توجيهي عام على كل البلد. بيروت رح بتكون جزء اساسي منه محوري لانه هي العاصمه، ولكن لازم يكون المخطط التوجيهي على كل البلد. يعني واضح.